القادري، اهلا وسهلا بيك كوتش ومرحبا. مرحبا بك عادل ومرحبا بكل الضيوف اللي معك. اول حاجه نحب نشكرك على تلبيه الدعوه والاستجابه لطلب، لانه تعرف الجماهير التونسيه متعطشه لاخبار المنتخب التونسي، واكيد ندوه صحفيه معناها كنت اتيت على عديد الاسئله والاستفسارات، لكن ما فيها باس المختصين والفنيين والنقاد الرياضيين باش تكون عندك رحابه الصدر باش تسمع بعض التساؤلات وتحاول تجاوبنا على كل ما عنده علاقه بالمنتخب الوطني التونسي استعدادا لتصفيه كاس العالم، في انتظار طبعا الدخول في المسابقه الافريقيه الهامه واللي الامال كل التونسيين معلقه عليها ايضا، لما لا للعب من اجل التتويج مره اخرى للمره الثانيه في تاريخ الكره التونسيه ب كأس أمم أفريقيا. مرحبا بك جلال. عايش عادل، مرحبا بكم. طبعا سؤال مطروح، حكى رضوان الفالح منذ قليل على توجه المنتخب التونسي اليوم انت داخل التصفيات كأس العالم، زوز مباريات هامة رغم المنافسين مش في الحجم الكبير، لكن اليوم ما عادش منافس ضعيف في القارة الأفريقية والمفاجآت عديدة ومتعددة، شنو الاختيارات نتاعك؟ هل هناك استراتيجية معينة في علاقة بكأس العالم وكأس أمم أفريقيا؟ هل هناك منتخب لكأس العالم ومنتخب للمسابقة الأفريقية؟ كوت ديفوار أكيد اللي بيشكون تحتضن الكان بداية من شهر جانفي القادم. والله يا عادل ما ثماش في تحضيرات المنتخب، معناتها تحضيرات خاصة بكأس العالم وتحضيرات خاصة بالكأس الإفريقية، ثم استراتيجية دو ترافاي حاولنا مش نكونوا يظهر لي متنغمين، وثم كويرونس ونيفو دي شوا نسمع في برشا بار اكزومبل ديزافي يمكن اللي يتبع المسيرة تاع المنتخب. احنا كنا دائما واضحين نقولوا راهو المنتخب ثم انويو سوليد، هذا اللي متعامل به في كل المنتخبات وكل الفرق على المستوى العالمي، ثم انويو سوليد ثم الارجي المنتخب لازمنا نكونوا دائما منفتحين. سيليتات فورم دي مومون هي اللي تحدد بعض الاختيارات، يظهر لي كان تشوف على الاقل من بعد كاس العالم ولا حتى كان دخلوا المسابقه تاع كاس العالم حتى لتو اوني توجور دون لا كونتينيتي. اول حاجه نخمم فيها انا سي لا ستابيليتي تاع الجروب، لكن زاد لازمني ديما نبقى منفتح اذا كان ثم دي جوار نعرف اللي ما يكونوش في افضل حالاتهم، جوار اللي يكونوا يتعداو دي باساج معناتها ابرو ديليكا او نيفو دي كلوب نتاعهم ما يكونوش كومبيتيتيف، عادي جدا باش يقع تغييرهم. نفس الشيء لازم المنتخب دائما يعطي فرصه لبعض اللاعبين سواء اللي ينشطوا في البطوله الوطنيه في تونس ولا ينشطوا في البطولات الخارجيه. دونك اذا كان نشوفوا اللي ثم بعض اللاعبين ينجموا يعطونا حلول اضافيه يكونوا ابت يعطي حلول للمنتخب. دونك دائما السياسه واضحه هي كونه المنتخب للافضل. ثم بعض الخيارات نتفاهم نقاط استفهام، لكن ديما راهو المدرب ثم دي تاي ما نلقوش اشك فوا معناتها نلقاو روحنا في التبرير. ثم كوميونيكاسيون واضحه ما بيني انا والملاعبين، ثم دي كود نسميهم انا في ليكيب ناسيونال. ثم حاجات صايرين في وسط المجموعه اللي نحترمهم كل، ثم دي برانسيب دو ترافاي. دونك يظهر لي اليوم المنتخب اللي دون لا كويرونس، بعض التغييرات نجموا نجاوبوا عليها ولو اني نعتقد اللي كنت واضح في المؤتمر الاخير حاولت نوضح الاختيارات اللي صارت، وانا على ذمتكم اذا كان ثم بعض الحاجات جو بريفير اليوم نركزوا اكثر على المباريات القادمه استحقاقات القادمه ونركزوا على اللاعبين الموجودين. إذا تم استفسارات تفضل نسمع فيكم. شكرا لك جلال.